لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في قرقيزيا ونحن في نوفمبر 2020. اليوم نحن بصدد توزيع أجهزة تكثيف الأكسجين لمكافحة فيروس كورونا على مستشفى في مدينة كمين. هذه مستشفى كبرى مستشفيات هذه المنطقة، لكن تشكو العجز الشديد في هذه الأجهزة خاصة مع انتشار هذا الفيروس. حقيقة هم يشكرون أهل الخير في دولة الإمارات على دعمهم السخي، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم جزيل الأجر والثواب على ما قدموا لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعواتهم وأن يوفق المسيحين دائما وأبدا لكل ما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.